ايوه خليها تتفضل. ثانك يو راجي. اهلا اهلا. امال فين الورد بتاعي؟ بعته على البيت. طب كويس قوي، يبقى كده في حاجه من ريحتي في البيت عندك. مش لهالدرجه، الورد بيموت في الاخر. معاك حق، مفيش ورده ما بتموتش. ازاي؟ الاصحاب بيسلموا على بعض كده، خصوصا لما بيبقوا وحشين بعض. ولا انا ما وحشتكش؟ لا وحشتيني. ازاي؟ اتفضلي. طمنين عليك. والله كنت متضايقه ومكتئبه عشان ما بشوفكش، بس خلاص خفيت. هيك على طول لمجرد انك شفتيني؟ يعني مش للدرجه دي، بس بقيت احسن. طيب سيبك من الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب وخلينا نحكي جد. انا بتكلم جد. شو عملت من اخر جلسه لهلا؟ طلعت 3 رحلات. روسيا. هيك الهدايا كترت. ما هو انا عشان كده ما جبتلكش هديه من الكويت. كده بقى في حاجة من ريحتي في العيادة وحاجة من ريحتي في البيت، فاضل بس حاجة في العربية. رنا احكي بلاش مراوغات. دمها تقيل قوي كلمة مراوغات دي. بقولك ايه؟ علق دي في مراية العربية. البسي فردة الحلقة بلاش جنان، شو بدك تمشي في الشارع بفردة حلقة واحدة؟ وإيه يعني؟ الناس هتشوفني كده، هيلاقوا شكلي يجنن، هيعملوا زيي وهتبقى موضة. وبعدين بلاش تقولي بلاش جنان، أمال أنا بجيلك هنا ليه أصلا؟ مش عشان مجنونة؟ ولا عايزاك تحبني وعايزاني أحبك مثلا؟ مفيش شيء اسمه أنا مجنونة، بالبلدي عقلي بوز البلد. يبقى عايزاك تحبني وعايزاني أحبك. أنا عايزك تحكي لي كل الأحداث اللي صارت معاك الفترة اللي فاتت. كلمت ماما في مصر وانا في موسكو. بابا كان موجود في البيت، قال لها سلمي لي عليها، بس ما قالهاش اديني التليفون اكلمها. كان بيتفرج على ماتش للزمالك، دوري بقى. طب ليه ما طلبت من ماما تعطيكي بابا تحكي معه؟ وليه هو ما كلمنيش لما الماتش خلص؟ انا اذا بتشتاقي لهم ليش ما ترجعي تعيشي معهم في مصر؟ ارجع وهو اللي جايب لي الشغلانه هنا بمرتب 3 أضعاف المرتب اللي كنت باخده زمان، والمرتب ده هو اللي بيساعد امي وابويا واخواتي وانا كمان. وبعدين لو رجعت هسيب نسيم لمين؟ انت عارف ان هو بيموت فيا وما يقدرش يقعد دقيقه واحده من غيري. انت عارف كمان ان هو لما بسافر مع الشغل بيسيبني بالعافيه اسافر لوحدي. انت عارف ان انا فاضل لي 5 بلاد بس وابقى شفت العالم كله؟ نسيم عايش معاكي وسابك تسافري زي ما بدك عشان تجيبي له ويسكي ومخدرات من البلاد اللي بتسافري عليها وتجيبي له فلوس تصرفيها عليه. طب ما ابويا سابني اسيب بلدي واجي اقعد هنا لوحدي برضه علشان اجيب له فلوس يصرفها. على الاقل انا متاكده ان نسيم بيحبني. انت بتحبيه؟ طبعا بحبه. وإلا كنت رجعت بلدي وعشت وسط أهلي. طب إذا بتحبيه ليش عملت علاقة مع مجدي؟ أنت هتخليني أبطل أحكي لك. أنت لسه بتشوفي مجدي؟ أيوة لسه بشوف مجدي وكابتن نادر ودانيال بتاع أمستردام، بس ما شفتوش السفرية دي، ضيعتها كلها معاك. والله. طب حتى لما تروح يبقى أسأل الورد. بطلت تاخدي دواء انتظام صح؟ اصله بيخلي طعم المياه وحش قوي. يا رنا قلت لك 100 مره اذا بدك تبطلي الدواء احكي معي عشان اكتب لك على بديل. اسفه بقى ما تزعلش مني. طب كملي كملي. الكام يوم اللي فاتوا جات لي 1000000 فكره. فكرت اتحجب. تفتكر كده ربنا هيحبني زي ما انا بحبه؟ وفكرت اخد كورس رقص في مدرسه رقص فتحت جنب البيت عندي. انت بتحب ترقص؟ انت بتحبي ترقصي. بس ما ينفعش حد يتفرج عليا، اصل انا بتكسف. لو حسيت ان اي حد هيبص عليا ممكن اتكعبل. انا اصلي ما بعرفش ارقص خالص. رنا لازم تاخدي دواء بانتظام وما تضحك علي. انت البني ادم الوحيد اللي انا عمري ما ضحكت عليه. ما لازم تكذب علي.
عشان انا دكتورك. انا مش بكذب عليك مش عشان انت دكتوري، عشان مش بحب اكذب عليك. ايه رايك تبطل تبص في الورقه وتبص لي وترغي معايا شويه؟ تعالي يا نونا. ايه ايه ده اكلتي ايه بايه؟ اكلت وريني وريني. اكلت سته بايه؟ ستة دي تسعة يا نونا. ايه في ايه يعني؟ حطي. لا مش هحطها. لا معلش. ايه سيبيها يا نونا، الحق ما يزعلش. خلاص خلاص. يلا طيارة رايحة فين؟ اثيوبيا. الله الله، الجيلي بتاع اثيوبيا اطعم كتير قوي قوي من الجيلي بتاع مصر. متغزنيش بقى يا نونا، بصراحه نفسي فيه، بس اخويا دكتور حازم محرج على البيت كله هنا، مفيش حد فينا ياكل ولا معلقه من الجيلي بتاعك. عشان كده مش هقول لك تقيه، ولا هقول لك حتى خدي معلقه واحده منه. اصل حزومه النهارده كلمني في التليفون وحلفني بحياته، قال لي وحياتي 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 تاكلي الجيلي كله اللي هبعته لك من اثيوبيا، ما تديش حد اي حاجه. بس اوعى كون عينك فيه، اصل ممكن يحصل لي حاجه وحشه، ممكن اتسمم. بعد الشر عليك يا نونا. لا ما تخافيش، اصل انا لو عايزه هخلي اخويا الدكتور حازم يبعت لي عادي. يعني اول مره اسمع واحده تقول اخويا الدكتور حازم. ما تقولي اخويا حازم وخلاص، ولا اقولك قولي ابي حازم. انا كنت بقول لاخويا كده، ولا بلاش ابي، ممكن تعجزيه. طب ايه رايك لو اقول له يا زوما؟ لا انا بس اللي اقول له زوما، انا بس اللي ممكن اقول له يا زوما. لو انت طلبتي منه جيلي من اثيوبيا هيسالني، عشان هو مش بيسمع كلام اي حد غيري. جالي ولد، جالي ولد. اشمعنى انت بيجيلك الولاد وانا بيجيلي الشايبين؟ بيخلي اخويا الدكتور حازم يبعت لك ولاد من اثيوبيا اسمهم اثيوبيا. برافو يا اميره، انتي هاري يا ماما فسح في البيت. عامل ايه بس يا دكتوره؟ ما هي بتزهق من قعده الاوضه. ما هي الاوضه دي معموله للنوم بس، لكن لما نبقى صاحيين مش لازم نقعد في الاوضه. جيلي برافو. الجيلي ده بتاعي انا، ما بقعد لي بخصوص من اثيوبيا. اصل اخويا دكتور حازم بعتولها هي بس من اثيوبيا، بس خالتي بقى بتعمل لحضرتك في المطبخ من بتاعنا بتاع مصر العادي ده. اطلعي غيري وانا هبعتهولك. دي ده فين؟ في اوضتها بتذاكر. شفتي الكوافير بتاعتي؟ تحفه يا ماما. اميره هي اللي عاملاها لي، هي بتعمل لي مكياج وهي اللي بتعمل لي شعري. اصل انا كمان ببقى خايفه قوي ان حزومه يطب من اثيوبيا بالطياره، لازم يلاقيني زي القمر. انت زي القمر. ميرسي. يلا نلعب. نلعب. معاكي اربع ورقات؟ انا معايا اربع ورقات. ايه معاكي؟ الخمسه الكومي. لا نونا مفيش حاجه اسمها خمسه كومي. لا خمسه كومي اللي بتقش كل لا حاجة. لا ثواني بس، مش بتقش. لا لا هي بتقش كل حاجه. نونا مش بتقش، اسمها السبعه كومي. لا طول عمري انا بلعبها خمسه كومي. لا يا نونا مفيش حاجه اسمها خمسه كومي، اسمها السبعه بقى معلش. اه طبعا عشان هتتغلبي هتتقمصي بقى وتعمليها خناقه. انا مش لعبه معاكي خالص، اهو مش لعبه معاكي كوتشينه. ولما هي حزومه هقول له انك انت بتضايقيني. اه ومش عايزه تقولي على الخمسه انها كومي، طول عمرها خمسه كومي. يا سلام، هو ايه في ايه يعني؟ الله. ادخل. اهلا اهلا يا مرمر. نامت؟ عشان كده قلت اجيب لحضرتك الجيل. اقعدي بقى، خليني استفرد بيكي شويه. تصوري ان احنا مش لاقيين نص ساعه علشان نعرف نقعد مع بعض لوحدنا. احكي لي كنت عايزه تقولي لي ايه؟ هحكي لحضرتك، بس وعديني وحياه فريده ما تزعليش مني ولا انزل من نظرك. ايه تنزلي من نظرك؟ ايه الكلام الكبير قوي؟
بابي كلمني من فينيس. فينيس هو مش كان في باريس؟ اه بس راح فينيس النهارده، عنده معرض تاني هناك. ما شاء الله المعارض كتير قوي ورا بعض. وترى المعارض خلصت ولا لسه في معارض جديدة؟ لا ما اظنش في معرض تاني. بيسلم عليكي يا مامي على فكرة. طب يلا قومي كملي مذاكرتك يلا. انا خلصت مذاكرتي انا هنام. طب بونمي تصبحي على خير. هو انا بتقلب ولا ايه؟ لا لا ده احنا حتى يعني كنا بنرغي في اي حاجه جديده. مش انت اللي قلتي عايزه تنامي؟ ايه رايك اجيب لك جيلي؟ لا انا عايزه انام. تصبحوا على خير. ليه كده يا دكتور؟ هو حضرتك زعلانه منها في حاجه؟ طلع زي العبيطه. بابا بيتكلم من فينيس. اول ما افتكرها ابوها رامون بكره هرضيها بكلمتين. يلا احكي لي بقى عشان تنزلي من النظر. يلا دكتوره شريفه انا كدبت على حضرتك. في ايه؟ انا اصلي انا متجوزه. ايه؟ قال يعني انا كان ناقصني اللي حكيتهولي اميره. يعني يا رب ما فيش حد يعدي في حياتي كده من غير كوارث.